هذا الهلال الأزرق الزعيم العالمي خلينا نقول. نعم هذه الأغنية العنود حطيتيها بعرسك من كثر ما أنت تعشقين شيء اسمه الهلال. صح. احنا نعرف السامري بالعرس. ايوه لا الهلال اغنيه رياضيه على الهلال. النادي نادي الهلال في العرس هذه معناته انه يعني محبتك لهذا النادي بشكل كبير يعني. صح والله يعني ما قدرت يعني انا اشوف بالنسبه لي كان العرس عباره عن ايفنت. في الايفنت ما انا ابي استانس. والله ابي استانس. فيعني ما قدرت شنو انا راح يونسني راح اسوي؟ هذه ليله. ما يعني ما راح تنعاد. فقررت ان انا يعني اوجه له تحيه الفنان ناصر حمامه يعني لبى الدعوه وياه بس علشان يغني لي هالغنيه. الله. فيعني شعور حلو. صح. كل المعازيم الهلاليين تحديدا استانسوا معاي واللي يعني واللي غير هلالي حتى اللي مو هلالي والله يعني يا واستانس ما استانس صدقني. نعم. ما كان في تعصب بالعرس كله. طبعا اكيد مريتي في موضوع في السوشيال ميديا بموضوع انه اي شخص يشجع الهلال وخاصه اذا كان من الفئه النسائيه يقولون انت تبي جمهور. حصلتي هذا الشيء ولا لا؟ معنا العنود بنت سعوديه. صح. وهم قالوا لك ان انت تبين جمهور. زين اذا هو بطل شو تسوين بالله؟ شو نسوي؟ والله وناسه معي وحده هلاليه يعني برفعت لي يعني كيفكم؟ شوفي الحين احنا في زمن السوشيال ميديا اي شيء تسوينه في قالب سعودي وانت مش سعوديه يقولون والله هذه تتلصق تبي جمهور. بالضبط. احنا نكون صريحين، الجمهور السعودي توب في كل المجالات. يرفع اي حد ينزل اي احد. صحيح. جمهور خطير طبعا. نعم. جمهور يعطي قيمه. فلما نتكلم عن الكره السعوديه في الخليج نمبر 1. صحيح. جمهور الكره السعوديه نمبر 1. انت الجمهور اللي يلحق النادي وين ما راح. صحيح. فعلا. يعني في 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 احد المواسم احد الانديه اتوقع النصر السعودي حضر الكويت، كانت عنده مباراه مع العربي. احنا ما كنا متوقعين عدد الجمهور السعودي اللي حضر المباراه. شيء مهول. شكلك نصراوي دكتور. لا انا عرباوي. كنت حاضر ما النصر. لا لا النصر انت عرباوي هذا خالصين منه. عرباوي اوكي بالكويت. قاعد اقول لك انا الحادثه اللي صارت قدام عيني. انت مع منو؟ يبي ينحاس. احنا بنبي ينحاس السعوديه. انت النصر ولا الهلال؟ انا قاعد اقول لك حادثه جماهير النصر شلون تواجدوا بالنادي وبعلامهم بلبسهم شيء جميل جدا كان. فانا قاعد اتكلم عن الجمهور السعودي بشكل عام. هو يعشق انديته ويلحقهم وين ما كانوا. طبعا. لكن